الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعمير. النهارده حلقتنا كلها هتكون عن التمويل العقاري. هنعرف كل المعلومات عنه، بس خليني الاول اقول لكم نبذه صغيره عن التمويل العقاري. علشان تستخدم التمويل العقاري لازم يكون معاك واحد مفردات مرتب من المكان اللي بتشتغل فيه لو انت موظف. لو مش موظف ممكن تعملها يعني عند محاسب قانوني، بس يكون ايه معتمد. 3 صورة البطاقة وبرنت تأميني. 4 وصل مية أو كهرباء وعقد إيجار الشقة اللي عايش فيها. 5 وآخر حاجة، الشقة اللي هتقدم عليها تكون متشطبة بالكامل وجاهزة على السكن. طيب لو أنت عندك شقة وعاوز تبيعها تمويل عقاري، يكون معك 1 صورة مختومة من عقد الشقة وتراخيص بتاعتها طبعا. 2 حاجة، شهادة من الحي بتقول إن مفيش مخالفات عليها. 3 حاجة، كشف رسمي من الضرائب العقارية ما يكونش عدى عليها أكتر من شهر. ورابع حاجة وآخر حاجة، أصل الشهادة الملكية من الشهر العقاري. خليني بعد ما قلتلكوا الأوراق اللي لازم تكون معانا وإحنا بنشتري شقة تمويل عقاري ناخد تليفونات كده. تعالوا نعرف أكتر مع المهندس علاء فكري، عضو لجنة تشييد بجمعية رجال أعمال. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك، منور معانا في تعمير. أشكرك، كنت بخيرك. خليني أسأل حضرتك، إزاي ألاقي شقة ينفع معها تمويل عقاري؟ والحقيقة المبادرة الأخيرة بتاعت التمويل العقاري اللي هي أصدرها البنك المركزي مبادرة لقت قبول كبير ولقت صدى واسع، وفي تقديري الشخصي هي الأفضل، يعني أفضل مبادرة من حيث الشروط ومن حيث نسبة الفايدة، وعندنا طلبات كتير طلب تطبيقها. يعني لكن ازاي الاقي شقه، حضرتك لو توجهتي للبنوك اللي انت بتتعاملي معاها، كل بنك عنده اكثر من مشروع بيبقى معتمد وشغال معاه. حضرتك كده بتتكلم على مبادره 3%، صح كده؟ طبعا هي دي النهارده الاكثر، يعني دي اللي عامله دوشه في السوق، ودي اللي شد عدد كبير من العملاء للتعامل فيها لنسبه الفايده والشروط الميسره. طيب يا فندم، ازاي اتاكد ان شروطها منطبقه عليا؟ الشروط معلنه، يعني هي مش سريه، الشروط معلنه، فبالتالي اي حد هيطلع على الشروط هيقدر يعرف هل سبق له الاستفاده في مبادرات سابقه ولا لا. لو سبق له مش هيستفيد. هل سنه ينطبق عليه السن اللي الشروط المبادره حطاه ولا لا؟ دخله في حدود الدخل اللي المبادره الى ولا لا؟ فهي الحقيقه شروطها واضحه وبسيطه، مش محتاجه خبير يعني. بمجرد ما يقرا الشروط اللي البنك المركزي حاططها، ودي موجوده على الانترنت، هيقدر يعرف اذا كان ينطبق عليه ولا لا. طيب يا باشمهندس، خليني اسال حضرتك، ايه اكتر مناطق اللي ممكن الاقي فيها شقق مناسبه للتمويل العقاري؟ كل المناطق فيها، هي بس هي قد تكون الاشكاليه في صحه المستندات اللي البنوك وشركات التمويل بتطلبها. فهنا يعني عشان نوفر وقت للمشتري، توجه للبنك بتاعك. البنك اوريدي هتلاقيه عامل اتفاقيات مع اكثر من شركه، دارس ورقها وبيقول لك الشركات دي وحدتها احنا بنوافق ان احنا نمولها. فده هياثر عليك المشوار خالص. اسال البنك بتاعك، كل البنوك فيها اداره للتمويل العقاري، هتقدر توجهك وترشدك وتقول لك مشروع واثنين وثلاثه واربعه وفي اكثر من منطقه. ازاي نزود عدد الشقق يا باشمهندس المتاحه للتمويل العقاري في السوق؟ الشقق عددها هيزيد مع استقرار السياسات. يعني النهارده حضرتك طلعتي بالمبادره دي من حوالي 4 شهور او 5 شهور، والحقيقه برضو الشركات ما كانتش على درايه بشروطها، ما كانتش على درايه بميعاد صدورها. فبالتالي عشان يبقى في منتج تتوافق شروطه مع شروط المبادرة، لازم نعرف الشركات ايه هي الشروط ويبدأوا يشتغلوا عليها. بيبقى في نوع من الاستقرار الزمني، يعني ما طلعش مبادرة وتخلص بعد 9 شهور او سنة واقول الشركات ما قدمتش حاجة، لان المنتج العقاري بياخد مش اقل من 3 سنين ل5 سنين. فحضرتك اعملي سياسات تشجيعية مستقرة، وهتلاقي الشركات بتوفق المنتج بتاعها طبقا للسياسة دي، بس تبقى مستقرة لفترة من الزمن. هل ارتفاع سعر العقارات أثر إيجابي على التمويل العقاري؟ طبعا بقى في ضرورة ملحة للتمويل العقاري، لأن
النهارده سعر العقار زي ما حضرتك قلتي اصبح مرتفع، والقدره الشرائيه للمواطن ما بقتش زي فترات سابقه، ما بيقدرش يبقى عنده مدخرات تسمح له انه يدفع مبالغ كبيره في فتره قريبه، فاصبح الحل هو التمويل العقاري، انه يقدر يدفع قيمه قسط تتناسب مع دخله ويمتلك. فهو ده فعلا اللي السوق محتاجه، يعني كلامك مظبوط. مهندس علاء فكري عضو لجنة تشييد بجمعية رجال الأعمال، بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. مشاهدينا كمان معانا تليفون المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. خليني أسأل حضرتك كده، مبادرات التمويل العقاري شايف إزاي هتكون الحل الفترة الجاية؟ هو الحقيقة في أزمة في العقار، اللي هي الفجوة اللي بين البائع وبين المشتري. الفجوة دي التمويل العقاري فيها ضعيف مش قوي، ولكن حلها كان الوحيد والقوي جدا والسريع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي الفايدة 3% على 20 و30 سنة. صحيح. فدي حلت المشكلة وحلت المعادلة تماما، لأن الفايدة البنكية بتبقى مرتفعة ومع الوقت بتبقى فيها استحالة مطلقة. ففي الوقت الحاضر احنا كغرفة التطوير العقاري بندرس مع البنوك والبنك المركزي ازاي يتم التمويل وازاي تتم اجراءاته وازاي نستفيد من المبادرة دي. اتفقنا مبدئيا على ان القرض يصل لغايه 2 مليون وربع على الوحده، والوحده تكون مشطبه بالكامل ومسلمه، فتبقى دوره راس المال عند المطور سهله، ومع العميل يقدر يحصل على الوحده بالقرض الطويل على 15 او 20 سنه او اكثر حسب رغبته. هو دي المعادله الصعبة اللي أصبح السهل، يعني هي المبادرة دي حلت مشكلة الإسكان تقريبا من يعني من جذورها. وفي نفس الوقت قانون اتحاد المطورين العقاريين بنحط فيه كل الآليات دي، فبيطور المهنة كلها من الألف إلى الياء. طيب يا باشمهندس، بالنسبة للشروط شايف انها مناسبة للنظام العقاري عندنا في مصر؟ هو احنا عندنا بنكين عقاريين. صحيح. ولكن في الحقيقة احنا في عصر النهضة، والاقتصاد في مصر في الوقت الحاضر مبني على يعني العقار، يعني العقار هو قلب النابض للاقتصاد، فيجب ان البنوك كلها تشتغل في العقار، أو يجب أن يكون عندنا 80 بنك عقاري مثلا مش 2. صحيح. فهو طبعا يجب أن البنوك كلها تشتغل في العقار بحصة أكبر من الحصة اللي هي مخصصة ليه. صحيح. توقعات حضرتك إيه في أسعار العقارات الفترة الجاية؟ أسعار العقارات يعني الفترة الجاية في ارتفاع في أسعار العقارات للأسف الشديد، والسبب أن المدخلات كلها سعرها بيتغير، وتغيرت زي الحديد والخشب والألمونيوم والأسمنت كله. فارتفاع الأسعار كان المفروض من 10 ل 20%، السنة دي ممكن يزيد شوية، خصوصا إن في إضافة في الوقت الحاضر يعني ضريبة جديدة، القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات ب 14%. فهو العقار مش على السنة الجديدة، من الآن بيرتفع يعني لمدة السنة بأكثر من 20%. صحيح. وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت طبعا، كل المواد الخام. صحيح. كلها. وإحنا عندنا نسبة عالية من المواد الخام مستوردة، حوالي 80%. صحيح. مهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.
رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وهنتكلم في فقرتنا دي عن مبادرة التمويل العقاري وإزاي نستفيد منها وإيه أهم الشروط بتاعتها. هنوضح لكم طبعا كل حاجة في الفقرة دي مع ضيفي أستاذ أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أولا حضرتك منورنا النهاردة في تعمير، وعايزين نعرف كل حاجة تخص التمويل العقاري، بس خلينا نشوف مع بعض كده تقرير معانا من الشارع ونرجع تاني. التمويل العقاري بيدي القروض وبيدي الناس قروض يعني على 20 سنة وعلى 15 سنة وكلام من ده. فرصة كويسة جدا برضو للشباب تسكن وتلاقي سكن بسرعة شوية. احنا اصلا مشترين بتاع التمويل العقاري. كويس جدا، كنت بحاول اقدم فيه بس ما نفعش عشان مش متأمن عليا في شغلي وكده، بس هقدم في اسكان الشباب ان شاء الله اول فرصه ما تيجي يعني ان شاء الله. مثلا الناس اللي زي حالاتنا اللي هي لسه داخله دنيا والكلام ده كله، فهتوفر معاهم وتساعدهم. هو الموضوع جامد قوي عامه، اعرف كذا حد عمل الموضوع ده، راحوا جابوا في حتت هم نفسهم فيها من زمان وكده بالتمويل العقاري دي، فدي حاجه كويسه قوي يعني. شايفين الناس فاهمة ان في تمويل عقاري تمام، بس مش ما عندهمش استيعاب او مش فاهمين المعلومات صح. تمام. خلينا كده ايه نشرح لهم في البداية ونرد طبعا على الشارع وعلى كل الجمهور اللي مهتم بالتمويل العقاري، ما معنى مفهوم التمويل العقاري؟ طيب خلينا اقول لحضرتك، التمويل العقاري هو تمويل زيه زي التمويل الشخصي تماما، يزيد عليه جزء خاص بالوحدة العقارية. تمام. بمعنى ايه؟ انا بدرس العميل بشكل ائتمان عادي جدا، زي لما بيكون بياخد قرض شخصي، زي ما بيكون بياخد قرض سياره، بدرسه ائتمانيا وشوف دخله ودخله يسمح انه يدفع القسط ولا لا، وبدرس الوحده قانونيا لان الوحده هي دي ضمانتي، انا ما باخدش منه ضمانات غير الوحده. فهي ضمانتي الوحده، فيبقى هو نفسه زي اي تمويل شخصي، سواء تمويل سياره او تمويل شخصي اللي هو الكاش لون يعني، وفي المقابل بزود عليه الجزء الخاص بالوحده. هو ده أأمن كمان للعميل. خليني أقول لحضرتك ليه. ليه العميل ما بيعرفش مستندات قانونية قوي ومدى صلاحية الوحدة وإذا كانت مخالفة أو لا، أو ما بيطلعش على المستندات دي أوقات كتير. فلما بيدخل الكيس عندي في الـ في الـ في التمويل العقاري، أنا بدرس مدى صلاحية الوحدة دي للتمويل العقاري عشان أنا بطمن على ضمانتي. فلو أنا وافقت على الوحدة، العميل بيتأكد أنها مش مخالفة، مفيش نزاع قضائي عليها أو حد تاني منازع في الملكية، مفيش مخالفات في الإنشاءات، فهو بيبقى مطمن أن الوحدة 100% سليمة. فهو أأمن له أنه يدرسها عن طريق التمويل العقاري، وأنه بياخد وحدة أو بيشتري وحدة سليمة مفيش وراها أي مشاكل أو عوائق. بالظبط. طيب خليني أسأل حضرتك، التمويل العقاري فيه دلوقتي مبادرة 3% و8%. تمام. في تاني في لا في مبادره تانية، هم دول الاثنين. هم دول. طيب ممكن حضرتك تشرحهم لنا بتفصيل؟ طبعا. مبادره 3% بتتعامل مع نوعين من العمل، محدودي الدخل ومتوسط الدخل. دي طيب 3% اللي هي في حدود الحد الادنى 1,400,000 تقريبا، الحد الاقصى 2.25 في المتوسط. حلو. و350 في محدود الدخل. محدود الدخل خلينا نعرفهم بسرعه، اللي هو دخله لو كان اعزب 4500 جنيه في الشهر حد الاقصى، ولو متزوج او اسره 6000 جنيه في الشهر. المتوسط الدخل، الدخل الحد الاقصى ليه 10000 جنيه في الشهر كان لو كان اعزب، و14000 جنيه لو كان متزوج. الحد الاقصى لثمن الوحده في المحدود الدخل اللي بيحدده صندوق الاسكان الاجتماعي، فلان هو اللي بيكلف الوحده فبيبقى عارف تكلفتها كام، فبيرفع الحد، وده القانون اداله الحق ده انه بالاتفاق مع هيئه الرقابه الماليه بيعدلوا الحد الاقصى لثمن الوحده، وبناء عليه هو اللي بيحدد ثمن الوحده. فالوقت الحالي بتوصل ثمنها لحدود 350,000. المبادره 8% لا دي اي وحده عاديه للمتوسط الدخل، بشرط الحد الاقصى ايه؟ فيها شرطين بقى. شرط ان الوحده تكون 150 متر كحد اقصى، و2.25 مليون جنيه كحد اقصى للسعر الوحده. ايه ده؟ ال 150 متر حضرتك قلت صح كده؟ ايوه. يعني لازم كمان ان ابقى الوحده اللي انا بشتريها دي محدده يعني. محدده، لازم تكون 150 متر متشطبه كامله التشطيب، وسعرها ما يزيدش عن 2.25 مليون. طب هل دي تنفع في اي مكان يعني في المحافظات؟
احنا بالنسبه لنا في شركات تمويل العقاري دايما بنقول ايه، طالما ان المكان ده يسري عليه القانون المصري والوحده ما فيهاش مخالفات بنائيه او مخالفات في قانونية اي مكان في مصر، في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه. طيب لو انا برضو عميل النهارده برضو انا مش فاهم وعايزه اعمل تمويل عقاري وعاجبني قوي مبادره ال 3%، تمام، ايه يعني ابدا الطريق منين؟ هقول لحضرتك لو محدود الدخل يبقى لازم عن طريق صندوق الاسكان الاجتماعي. صندوق الاسكان الاجتماعي كل فتره بينزل اعلان في الجرايد، في اغلب الجرايد المصريه والمجلات، بيقول فيها شروط المبادره والاماكن اللي فيها المشاريع اللي عارضها في الاعلان ده. بيقدم عن طريق بيسحب كراس الشروط من الـ من الـ البوسطه او البريد يعني، وبيقدم عن طريق الانترنت عن طريق الويب سايت بتاع الصندوق الاسكان الاجتماعي. حلو. وبعد فتره بيبدا بيدرس وبيدرس ائتمانيا وبيتحول لشركه او لبنك من البنوك، والبنك بيخاطبه علشان يبدا يجي بقى توقيعات. يعني بيروح الصندوق الاول؟ لا هو ما بيروحش، هو بيبعت عن طريق الانترنت. الانترنت اه، وبعد كده الصندوق بيبدا الاجراءات بتاعته كامله وبعدين بيحوله لواحده من جهات التمويل سواء بنك او شركه. العميل بقى لازم يكون معاه ايه علشان يبقى قادر ان هو يستخدم التمويل العقاري؟ طيب بالنسبه للاسكان الاجتماعي ما هو مش محتاج حاجه، المستندات خاصه بالوحده، مستندات الوحده بتيجي عن طريق صندوق الاسكان الاجتماعي. هو مستنداته الشخصيه، بطاقه رقم قومي ساريه، اثبات دخل، واثبات الدخل انواعه كتيره هقول لحضرتك عليها دلوقتي. اثبات دخل علشان القانون محدد ان انا ما اخدش منه قسط اكتر من 40% من دخله المثبت، وده المستندات مطلوبه منه. المستندات المطلوبه للوحده بتيجي من صندوق الاسكان الاجتماعي. ايه مستندات الدخل اللي ممكن يقدمها العميل؟ لو كان موظف اما جواب من جهه العمل بيقول دخله كام وانه متامن عليه، او لو كان اعمال حره بشهاده من محاسب قانوني بيقول هو دخله الشهري كام. احنا شفنا حد في التقرير بيقول لك انا ما عرفتش اخد تمويل عقاري عشان مش متامن عليه. بالظبط. ده يعمل ايه يعني؟ دي كيس هو ده مشكلته انه بيشتغل في جهه مش عايزه تامن عليه عشان ما تلتزمش بوجوده عندها كموظف. هو بدائله بسيطه جدا، يا اما هيشتغل حر يا اما هينقل المكان اللي هو بيشتغل فيه. لكن مش هينفع يدخل ياخد تمويل عقاري كموظف من غير تامينات. شايف ان التمويل العقاري محتاج يسهل شويه للمواطن؟ لا هو المفروض ان من وجهه نظري انا ان لا الغلطه مش في التمويل العقاري هنا، لان انا عندي قانون بنفذه ان انا لازم يكون عندي دخل مثبت. هي الغلطه في الجهه اللي مشغلاه من غير تامينات. صحيح، هو ده اللي المفروض يعني لازم نلتفت ليه شويه زياده. طيب حضرتك اديتنا المعلومات عن ال 3%، طيب لو انا بقى عايز اعمل تمويل عقاري 8%، طب خليني اقول لك ال 3% بس متوسط الاول. حلو. وبعدين اروح لل 8%. 3% المتوسط اتفقنا ان الوحده تكون 150 متر على حد اقصى، متشطبه، وسعرها ما يزيدش عن 2.25 مليون. الثمانية في المية هي تقريبا نفس الثلاثة في المية بقى، مع اختلاف بقى ما عادش في حد أقصى للوحدة مساحة، بس لازم برضو تكون متشطبة، والسعر لغاية 2.5 مليون جنيه. طب إيه الفرق بين الثلاثة والثمانية؟ الثلاثة الدخل قلنا 10,000 جنيه للأعزب و 14,000 جنيه للمتزوج أو الأسرة. الثمانية في المية الحد الأقصى 40,000 جنيه للأعزب و 50,000 جنيه للمتزوج. ففتح مجال لفئة تانية ما كانتش متغطية في الـ 3%. الفرق بينهم برضو بسيط، ان الـ 3% احنا بنتكلم لغاية 30 سنة، 8% لغاية 25 سنة. أقل خمس سنين. هقولها بالأرقام بسرعة جدا، الـ 3% كل 100,000 جنيه هيدفع قسط 500 جنيه في الشهر. الله، حلو قوي، احنا نحب نسمع الارقام دي بقى. كويس. فمعناها ايه؟ لو انا رايح اشتري واحده ب 500,000 هدفع انا 100 مقدم وهاخد 400، يبقى انا عارف ان انا هدفع 2000 جنيه في الشهر لمده 30 سنه والموضوع منتهي. ومنظم وخلاص. وما بيزيدش، ثابت. تمام؟ طيب لو 8% كل 100,000 جنيه 700 وكسر. فيبقى انا عارف برضو هاخد 400,000 جنيه او 500,000 جنيه، يبقى انا عارف ان انا هدفع الرقم ده مضروب فيه 5. حلو قوي. بس. عشان الناس ما تغلبش في الحسبة، ده على حد الأقصى لعدد السنوات اللي هي هنا 30 سنة وهنا 25 سنة. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني أنا برضو ممكن كعميلة أفكر دلوقتي، طب ليه إسكان اجتماعي واروح للجزء ده؟ طب ما أنا ممكن أشوف شقة في حدائق الأهرام ب 600,000 تعجبني، ما ينفعش أدخلها تمويل عقاري؟ طبعا تدخل تمويل عقاري. مدينتي طبعا تدخل تمويل عقاري. بس كده الله، يعني في مشاريع ينفع فيها تمويل عقاري. اي مكان في جمهوريه مصر العربيه تنطبق فيه شروط الوحده اللي هي الحد الاقصى في ال 3%، 150
متر واتنين وربع مليون، والحد الأقصى في 8% مفيش مساحة، مفيش حد أقصى للمساحة، واتنين ونص مليون. مشاهدينا نطلع فاصل صغير وراجعين لكم على طول، خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في تعمير، ونكمل كلامنا النهاردة عن التمويل العقاري مع أستاذ أيمن. مساء الخير مرة تانية. مساء النور. خلينا نكمل كلامنا عن التمويل العقاري. عايز أسألك سؤال مهم قوي بقى. فضل. لو أنا هعمل التمويل العقاري أتعامل مع شركة ولا بنك؟ هقول لحضرتك حاجة، هو القانون اللي بيحكمنا احنا الاثنين واحد. وغالبا المستندات واحدة. طب ايه اللي بيميز البنوك عن الشركات والعكس؟ ايه اللي بيميز الشركات عن البنوك؟ في بعض نقط ايجابيه للبنوك عن الشركات والعكس برضو للشركات. البنوك عندها فروع كتيره مغطيه تقريبا احقاق جمهوريه مصر العربيه بالكامل، فبقى موجود عند كل عميل. ده البنوك. بيتبع نفس الاجراءات القانونيه. طبعا كويس. الشركات ايه الميزه عندها؟ الميزه عن الشركات هي منشاه بغرض منتج واحد هو تمويل عقاري. فهي متخصصه جدا في هذا المجال، وعندها حلول لكل عقبات ممكن تقابلها. انا مش عايزه اقول كده ده حد يزعل مني، بس هقول لك يعني كده ممكن الشركه تفيدني اكتر من البنك، يعني بتبقى مركزه في الشركه هتفيدك اكتر من البنك في حاله الحاجات اللي محتاجه نوع من البحث القانوني زياده، من نوع من الزيارات الميدانيه زياده. البنك عنده رول معينه بيمشي بيها وبيتعامل مع التمويل العقاري زيه زي التمويل الشخصي او تمويل شراء سياره، يعني مش متخصص قوي زينا. احنا متخصصين بشكل اكتر، فعندنا مميزات اسرع منه في الاداء، بس هم ممكن يكون اسعار الفايده او العائد عندهم اقل مننا. يعني في مميزات للبنوك وفي مميزات لشركات التمويل العقاري، انما كلنا متساويين تماما في مبادرة البنك المركزي، لأن الشروط دي حاططها البنك المركزي والشروط القانونية ده القانون، فما فيش اختلاف بيننا وبينهم خالص. عندنا كام شركة تمويل عقاري هنا؟ 13. 13 شركة بس؟ بس 13 شركة، منهم بعض الشركات منشأة حديثا، وأغلب الشركات كانت في الفترة اللي قبل 2011، يعني 6 شركات أو 7 أنشئوا قبل 2011، والسنة 2019 في 3 شركات أنشئوا، يعني حديثا بدأ الاتجاه يزيد للتمويل العقاري. بدأت الناس تركز في المنطقة دي. شايف أن مبادرة التمويل العقاري يعني ساعدت أو فادت المطورين؟ طبعا. هقول لحضرتك، هي فادت مجال العقاري عموما سواء تمويل عقاري أو تطوير عقاري. هقول لحضرتك ليه. احنا لما كنا بنتكلم في تمويل عقاري، أول شركة أنشئت اللي هي الأولى سنة 2004، من 2004 ل 2014 لما بدات مبادرات البنك المركزي اللي استفاد من التمويل العقاري حوالي 35000 عميل. احنا النهارده بنتكلم في فوق 400000 عميل. بسبب ايه؟ بسبب المبادرات. طب دي تاثيرها ايه؟ احنا كان عندنا دايما جاب سنويه في الوحدات بتاعت متوسطي ومحدود الدخل. حلو. كان دايما الاهتمام المطورين بالفئات الاعلى. نتيجه الازمات الاقتصاديه العالميه في 2008 والثورات عندنا، بدأ الاتجاه ان المطور بدأ يغير، حتى لو المشروع كان قائم بدأ يغير طبيعة المنتجات بتاعته بحيث ان هو تبقى متاحة لعدد اكبر من الناس. بسبب ارتفاع الاسعار وبعد التعويم وبعد زيادة الاسعار في الفترة الاخرانية، بقى اسعار الوحدات عبء كبير، ما بيقدرش العميل يشتري بشكل مباشر. فبقى بدائل قدامه اختيار من اتنين، يا اما بيروح المطور بيديله على مدة زمنية طويلة، واحنا سمعنا ان المطورين بيشتغلوا لغاية 13-14 سنة، ويا اما بيروح لشركة التمويل العقاري احنا بنقدر نشتغل لغاية 20 سنة. ده متاح في البنوك ومتاح في الشركات. اللي اقصده ان احنا عندنا بعض منتجات صرح لنا بيها القانون ما احنا بنقدر نشتغلها، البنك ما بيقدرش يشتغلها. طب البنك ليه ايدج طبعا اكبر مني او مساحة اكبر مني في ايه؟ ان هو منتشر في كل الجمهورية، اسعار العائد عنده تقريبا بتبقى دايما ارخص مني، لانه العائد اللي هو بيبيع بيه هو بيديني بيه انا كمان كشركه، وانا بحط عليه هامش الربح بتاعي. لكن مفيش منافسه في الجزء القانوني. المنافسه دايما بنقولها في التمويل العقاري بتبقى في اقدر اساعد العميل في قد ايه مستندات ممكن اساعده ان انا استخرجها له، والحاجه الثانيه سرعه تنفيذ التمويل العقاري. لانه كان سمعته سيئه للاسف، يعني كان فتره كده في سمعه سيئه للتمويل العقاري بياخد 2 أو 3 شهور. احنا دلوقتي بنتكلم في المتوسط من خمسة ل 15 يوم. اسعار العقارات هتغلى الفتره الجايه، طبعا احنا كلنا بنسمع الجمله دي الفتره دي. طبيعي. هل ده هيأثر على تمويل عقاري ولا لا؟
لا هيأثر بشكل إيجابي أعتقد. بشكل إيجابي يعني دي حاجة حلوة. لا مش قوي طبعا لان هي عبء على العميل في النهايه، بس اقصد ايه ان العقار لو هو كان في نيته نشتري عقار بمليون جنيه النهارده وزاد بقى 1,300,000 او 1,400,000 نتيجه زياده الخامات، فبقى حتى لو هو معاه المليون اللي كان يشتري بيهم بقى عنده عبء جديد 300,000 عايز يكملهم، فهياخدهم من تمويل عقار. احنا ما عندناش حد ادنى في التمويل، يعني احنا بنشتغل من 50,000 جنيه لغايه 100,000,000 جنيه. فممكن يبقى عايز 300,000 على واحده بمليون و300 من الدهال ومفيش مشكله. بس خليني اقول لك ان الناس بتقول ان الاجراءات بتاعه التمويل العقاري صعبه مثلا، فبضطر ان انا اتجه للشركات. خلينا نقول كانت صعبه يعني فعليا هي كانت صعبه، انا لا انكر يعني كان لازم يبقى في مستندات كتيره جدا قانونيه. انا دلوقتي بقول لحضرتك انا كنت بعمل كده ليه، لان انا كنت عايز اطمن للضمانه بتاعتي اللي هي الوحده. الوقت انا بشتري الوحده باسمي فبقت وحدتي من البدايه. طيب ايه التسهيلات اللي حصلت عشان القانون الجديد؟ القانون اتاح جديد. منتجات ما كانش انا في الاول في العقد الثلاثي كان اسمي ممول فقط. كان في بايع اللي هو المطور وفي مشتري اللي هو العميل وانا ممول، وانت اللي بتمول في النص. فلازم عشان اضمن ضمانتي دي اسجل وارهن. انما دلوقتي انا بقيت انا المشتري الاول وبعدين انا اللي ببيع للعميل. فبقيت الوحده اصل الوحده بقى ملكي. فعشان كده بقت اجراءاتي في لما العميل يحصل له تعثر او عدم سداد بقى اجراءات القانونيه بقت اسهل من اللي قبل كده. طب خلينا احنا معانا اسئله من الشارع من الناس، يعني احنا حابين في البرنامج دايما ان احنا نجيب صوت الناس واسئلتهم من تحت طبعا. نرد عليهم ونبقى بنتكلم معاهم دايما. في حد بعت لنا بيقول انا قاعد في بيت ابويا، ينفع اخد شقه تمويل عقاري ولا لا؟ شقتي تمويل عقاري ولا لا؟ يعني عايز يشتري شقه والده لو هي بتمليك وباسم والده يقدر يبيعها له مفيش مشكله وياخدها تمويل عقاري. ايه الاجراءات اللي يعملها بقى؟ هيجيب مستندات الوحده وهيجيب مستندات الدخل بتاعته. اوكي. ارمله وسني 50 سنه، هل ينفع اكون ضمن الاولويات؟ الاولويات لو قدمت على شقه تمويل عقاري؟ طبعا. في فئات ليها اولويه في التمويل العقاري في المبادرات. الفئات دي الـ أصحاب الهمم، الأرامل، كبار السن اللي هم لغاية الحد الأقصى 50 سنة يقدر ياخد ليه أولوية، لأنه بعد فترة هيبقى برا المبادرة لأنه الحد الأقصى 50. فطبعا ليهم أولوية طبعا. يعني النسبة 50 سنة دلوقتي برضو وهو مش فاهم التمويل العقاري بيفكر ويقولك طب أنا 50 سنة هقسط على 30 سنة ازاي؟ لا مش هقسط على 30، هقسط على 10 سنين لغاية سن 60. على 10 سنين بالظبط. طب والباقي يبقى مقدم ولا ايه؟ هي غالبا هيبقى مقدم او ممكن يبقى قسطه بتاعه اعلى شويه من الشبيه ليه في نفس المده. طيب موظف سني 54 وعاوز اقدم على شقه، ينفع ولا لا؟ شفت هو ده السؤال اللي انا 54 يقدر ياخد تمويل عقاري عادي، بس مش مبادره تمويل عقاري، مش مبادره عاديه. تمويل عقاري عادي. تمويل عقاري عادي الفايده كام؟ في السوق دلوقتي تتراوح ما بين 13 متناقصه ل 14 متناقصه. طب ما تشرح لنا يعني تمويل عقاري بره المبادره يبقى ازاي؟ هقول لحضرتك. هو نفس الاجراءات والشروط بتاعه المبادره، الفرق الوحيد ان ده مدتها 25 سنه، احنا ما بنقدرش ندي ال 25 سنه، احنا ما بين 15 و 20 كحد اقصى. هنا ب 8% احنا بنقدر نشتغل من مش اقل من 13 في الوقت الحالي لغايه 14%. فهي هي نفس الشروط، نفس شروط الدخل، نفس شروط العقار، ولكن الاختلاف في سعر العقد. طيب خلينا نكمل. بشتغل في المقاولات، اعمل ايه عشان اشتري شقه اسكان متوسط بمليون جنيه والفايده كام؟ تمام. بيشتغل في المقاولات حسب دخله، لو كان دخله اقل، لو كان اعزب من 10,000 جنيه او لو كان متزوج اقل من 14,000 جنيه هيقدر يدخل يشتريها بالمبادره بتاعه متوسط الدخل. لو كانت مساحتها كمان ما تزيدش عن 150 متر ومتشطبه. لو هي اكتر من كده، لو دخله اكبر من كده والشقه مساحتها اكبر من كده، لازم يدخل مبادره 8%. لو هي مش متشطبه بقى خالص او مساحتها اكبر من كده بيدخل تمويل عقاري عادي. في كل ثلاث حالات يقدر ياخد. طب لو دخل 8% نحسبها له كده ازاي؟ هيدفع كام؟ احنا قلنا 8% ال 100,000 تقريبا 700 وكسر في الشهر. لو على 25 سنه، لكن هو ده 54 صح؟ حضرتك قلت ان السن 54؟ لا ده مش ده ال 54. لو كان السن ده بيشتغل في المقاولات. لو كان السن يسمح انه ياخد على 25 سنه هيدفع نفس المبلغ في المبادره. بره المبادره هنتكلم تقريبا هيبقى القسط لل 100,000 في حدود ال 900. قدامي شقه بس مش متسجله، هل في بديل للتسجيل ولا ادور على غيرها؟ لا احنا قلنا ايه؟
أي وحدة سكنية أو أي وحدة مبنية قائمة قابلة للتسجيل. يعني إيه؟ يعني ما فيش مخالفات مباني، أرضها وملكيتها سليمة، أقدر أمولها عليها، أمول عليها، فيش عندي مشكلة. يعني ما فيش، ما بقاش فيه الشرط بتاع أن الوحدة لازم تكون مسجلة. لا، أنا بشتغل في هيئة المجتمعات العمرانية، لأن الأراضي مش مسجلة، بتتباع بقرار تخصيص، وغالبا ما بتسجلش غير بعد 10 سنين من شراها، لان غالبا بيبقى ثمن الارض بيسدد على 10 سنوات. فنحن بنشتغل ما فيش مشكله، لما بتبدا اجراءات التسجيل احنا بنقوم بالتسجيل. فما فيش مشكله، مش لازم تكون الوحده مسجله. أنا عايز أشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي أفدتنا بيها طبعا، وأفدت الجمهور والمشاهدين بيها النهاردة. تحت أمرك. وإن شاء الله نتكلم بالتفصيل أكتر تاني وتالت في تعمير على التمويل العقاري مع حضرتك. إن شاء الله. مشكورك جدا. أشكرك يا فندم. مشاهدين هنطلع فاصل صغير وراجعين لكم على طول، خليكم معانا. النهاردة رحنا نشوف مشروع الإسكان المتوسط. هنحاول دايما ان احنا ننقل لحضراتكم المشاريع على أرض الواقع، نروح معاكم جولات في المشاريع الجديدة ونوريها لكم على أرض الواقع. خلينا دلوقتي نروح نشوف مشروع جنة زايد ونرجع لكم على طول. النهاردة احنا موجودين في مدينة الشيخ زايد في مشروع جنة زايد. هيكون معانا جولة صغيرة كده مع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا فندم. واحنا اولا بنرحب بكم في مدينة الشيخ زايد، وبنرحب بقناة اون تي في عندنا، وتشرفنا النهاردة بيكم ان انتوا يعني هنعرف مواطنينا على كل الأسئلة بتاعتنا. صحيح، احنا كمان سعداء باستقبال حضرتك لينا النهاردة في جنة زايد، وهي فعلا شكلها جنة وجميلة ما شاء الله. وحابين طبعا ان احنا نعرف كل التفاصيل وننقلها للمشاهدين معانا النهاردة من خلال تعمير. فخليني ايه اسأل حضرتك في البداية كده، مشروع جنة زايد يعني عبارة عن ايه؟ تمام. هو الحقيقة طبعا وزارة الإسكان يعني عملت كذا برنامج لإسكان المواطن. يمكن بدأنا بالإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين وسكن مصر، وكان آخره ودار مصر، وكان آخره مشروع جنة، عشان نقدر ندي كل مستويات المواطنين كل المستويات المعروفة. الحقيقة مشروع جنة مشروع وحدات سكنية كاملة التشطيب، تشطيب سوبر لوكس فاخر على أعلى مستوى. الوحدات مشروع مساحات. سكني فاخر. الحقيقة المشروع السكني الفاخر دوت المساحات يمكن بنسميها مساحات متوسطة، يمكن بحجم المساحات من 100 متر ل 130 متر كذا موديل موجود، عشان كمان يناسب برضو شريحة كبيرة من المواطنين. صحيح. بيبقى تقريبا مساحاته كلها 3 غرف كاملين، وفي بعضها 2 حمام، حمام ماستر موجود وحمام للضيوف، حمامين وثلاث غرف وريسبشن كبير يسوع، بعد مع مجموعه بقى من الترسات طب دي مساحه كبيره قوي يا فندم. هو يعني الحقيقه يعني عشان كده بنسميه متوسط، لان في طبعا مساحات بتبقى اعلى من كده في مشروع تاني. لكن هو مشروع جنة مساحات متوسطة، لكن التشطيب فاخر جدا. المساحات كلها واحدة، مختلفة من نموذج لنموذج، من نموذج لغاية أقصى حاجة 150 متر. أقصى مساحة وأقل مساحة 130 متر. 130 متر. الله، ده حلو قوي. طيب خليني أبدأ مع حضرتك كده، إحنا جنة عندنا جنة واحد جنة اتنين. دلوقتي إحنا موجودين في جنة اتنين، بس أنا عايز أرجع مع حضرتك نتكلم عن جنة واحد شوية. هي اتسلمت بالكامل صح كده؟ تمام. ادينا معلومات عنها. طيب، هي جنة واحد ده كان أول مشروع جنة يتعمل في مدينة الشيخ زايد. الحقيقة احنا عملنا المشروع دوت من سنتين كده، واحنا لسه كنا مخلصين تسليماته بالكامل خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة المشروع دوت 38 عمارة،
912 وحدة سكنية. 912 اتسلموا بالكامل ما شاء الله. كومباوند صغير. الحقيقة احنا ما طرحناه، كان بدأنا الطرح في اونلاين، الطرح اونلاين. الطرح يمكن الساعة 9 في ثلث ساعة كان المشروع بتاعنا خلصان بالكامل. يمكن ده اللي شجعنا وتعلمنا ان احنا نعمل جنة 2 وان احنا نعمل اكتر من مشروع بعد كده. لجنة في زايد، لان حسينا ان المواطن بتاعنا يعني حابب زايد ومحتاج ان يكون وحداته في زايد. طب خليني اسال حضرتك يا باشمهندس، الناس اللي سكنت في جنة واحد ارائها ايه، او يعني عندهم مشاكل ولا مبسوطين؟ طب هو الحقيقة طبعا منه، هو كان المشروع الاول عندنا واحنا موجودين وما طرحناه. الحقيقة احنا اتفاجئنا ان في تلت ساعة المشروع خلص بالكامل لمجموعة الناس. كان عندنا المشروع دوت مكوناته ان انا بديهم شقة مشطبة بالكامل بالكباين، الحمامات، بكل حاجة، بمفروض دش مركزي موجود عندهم. كمان اللاندسكيب بتاعنا تحت يكون كامل، والخدمات احنا حاطين فيه كمان حمام سباحة. يمكن ده اول مشروع يحصل عندنا في الوزارة ان يكون داخل المشروع حمام سباحة موجود لأطفالنا والموجودين داخلي، ببوابات بكل حاجة. الحقيقة كمان كان عندنا يمكن مشكلة هم يعني لاحظوها عندنا. حضرتك احنا كنا بنشتغل بالكود المصري ان احنا كل وحدة سكنية ليها مكان انتظار لعربية واحدة. الحقيقة طبعا ده ما كانش طبعا ده ما يحصلش، كل وحدة سكنية فيها 5-4-3 عربيات اقل حاجة. الحقيقة كده، فاضطرينا ان احنا نكبر المساحات اللي موجودة عندنا. لقينا يمكن مساحة خارج حدود الكومباوند الحقيقة ضمناها ليهم. وبرضو الحقيقة برضو يعني بنشكر هيئة المجتمعات. الحقيقة كان عندنا قطعة أرض مخصصة تكون مركز تجاري، الحقيقة لغت التخصيص ده بالكامل وخلته منطقة انتظار ليهم. حلو جدا. يعني عشان حلينا المشكله، بحيث ان احنا حلوا المشكله. احنا دلوقتي بنعمل لهم نادي اجتماعي ليهم، يبقى كده احنا كملنا الخدمات بتاعتنا كامله ليهم. ليهم مسجد، ليهم حمام سباحة ولاندسكيب كامل، وكمان بيتعمل دلوقتي نادي اجتماعي. ده احسن حاجه موجوده ليه. حلو قوي. طب احنا النهارده موجودين في جنه 2، خلينا نعرف تفاصيل كده برضو من حضرتك لجنه 2، مساحتها قد ايه؟ طيب جنه 2 احنا بنعمل وحداتنا كلها بنموذج واحد 130 متر بالكامل، كله على نموذج واحد عندنا. جنه 2 هي حوالي 111 عمارة، 2800 وحدة سكنية. احنا بقى راعينا اللي حصل لنا في جنة واحد، ان احنا اشتغلنا على كود عربية لكل وحدة سكنية. احنا غيرنا الكود اللي اشتغلنا عليه هنا، ممكن عملنا اكتر من عربيتين وثلاثة لكل وحدة سكنية. يعني نقول ثلاث عربيات لكل وحدة، من اثنين لثلاثة، من اثنين لثلاثة، يعني ونص. لان يعني ارتبطنا بالكود الجديد ان احنا اشتغلنا عليه علشان ما نتحطش في نفس الازمة اللي عشان ما يتحطش. اكملني. احنا كان المشروع الاولاني 38 عمارة بس، كان حاجة ميني كومباود، عملنا لهم حمام سباحة. هنا هنعمل لهم نادي اجتماعي كامل جواه حمام السباحة، لان المساحة هنا اكبر واحسن. فطورنا برضو ان النادي الاجتماعي هيبقى جواه الحمام السباحة. هناك كان في مكانين منفصلين. هنا هيبقى لاندسكيب اكتر بكتير، لان يعني طبيعة الارض هنا فيها اماكن حضرتك شايفها كده فيها واسعه اكتر كمان، مساحه اكبر، وكمان كذا مستوى. فده بيدينا فرصه ان احنا نعمل تنسيق موقع عالي قوي يفيدهم في كده، نعمل حاجات مرتفعات، برجولات، وحاجات تقدر تخدم معاهم. واحنا ماشيين بره، واكيد في ناس كتير يعني بيبقوا ماشيين يبصوا كده يقولوا الله هي ايه دي، ايه جنة زايد، ازاي اخترنا الديزاين الجميل ده، يعني مختلف تماما عن الناس دايما في ذهنها ان اسكان فاخر، اسكان اجتماعي، هو دايما بيبقى الديزاين بتاعه متوسط شوية. بس احنا عاملين ديزاين بجد احنا نفخر بيه طبعا، وبنشوفه من بره كده نبقى مبسوطين. فحريك قول لنا ازاي اخترتوا التصميم. الحقيقة وزارة الاسكان يعني بتبذل مجهود ضخم جدا في انها تختار كمان التصميمات دي، ومش عايز اقول لحضرتك كمان يعني يمكن كمان يعني حاجة رئاسية كمان بتختار معانا وبتوافق معانا على التصميمات دي. يبقى في تدخل دلوقتي، احنا يعني
دولتنا اتغيرت جدا في ان هي كمان بقت تعمل كل حاجه كامله بتشطيبها بدراسه عاليه قوي. احنا ما بنعملش حاجه الا بتكون دراستها عاليه. التشطيب بتاع او واجهات مشروع جنة بتناسب المستوى اللي هيجي فيه. احنا كده عملنا 5 أو 6 مستويات جوه مدينة جوه وزارة الإسكان. بدأنا يمكن بالإسكان الاجتماعي وواجهاته الناس شافتها وعارفة ان هو حاجة يعني عظيمة جدا. صحيح. انتهينا بمشروع جنة يمكن ده أعلى مستوى موجود عندنا في جوه وزارة الإسكان في الوقت الحالي كإسكان للناس. صحيح. طيب خلينا نقول ان طبعا احنا هنصرح بحاجة آخر الحلقة، بس خلينا نروح نشوف مع حضرتك شقة نفتح واحدة ونتفرج عليها ونفرجها المشاهدين على أرض الواقع. يلا بينا. اتفضل يا أهلا وسهلا. احنا دلوقتي موجودين في واحدة من وحدات جنة زايد 2، طبعا هنعرف تفاصيلها مع بعض ونعرف برضو من البشمهندس اكتر. يا بشمهندس، الوحدة دي 140 متر. تمام. الحقيقة يعني احنا كده زي ما حضرتك شفت كده احنا عمارة من عمارات جنة 2. احنا النموذج دوت بنسميه عندنا نموذج بي، وده بيبقى أرضي وخمس ادوار. الدور بيبقى فيه 4 وحدات. النموذج بي بيبقى الدور الأرضي وحدتين من الواجهة بيبقوا مساحة 100 متر بس، ودول بقى بنلحق بيهم الحديقة اللي بنقول حضرتك عليها. الخلفي بتاعها 150 متر، وحدتين 150 متر في الدور الأرضي. الدوار المتكررة كلها الوحدتين اللي هم في الواجهة 130 متر، دي واجهة، دي الخلفي بتاعها وحدتين 140 متر الواحدة. احنا دلوقتي في ال 140 متر. 140 متر متقسمه 3 غرف فيها ريسبشن. ريسبشن يعني حوالي 60 متر موجود، ومطبخ، واثنين حمام، منهم حمام ماستر على احد الغرف. عندنا في مداخل العماره كلها رخام بالكامل، رخام في الارضيات ورخام في الجوانب. احنا عندنا مرايه كبيره جدا في مدخل العماره، وده بيدي ديكور جميل ليها. عندنا انتركم مغطي كل وحدات العماره وشغال لغايه كل الوحدات بتاعتنا. عندنا مكان للاسانسير، او احنا شفنا الاسانسير بتاعنا اللي موجود عندنا. عندنا كمان مكان ليتحط فيه مخلفات الوحدات. عندنا منورين موجودين للصرف فيهم عدادات الميه بالكامل اللي موجوده جوه. ده مدخل ده لجوه. طبعا الترابزين معمول بالموتيل، شبابيك في السلم واحنا طالعين للتهويه. عندنا دخلنا بقى الوحده، ال4 وحدات، وحدتين امامي ووحدتين خلفي. الوحده جوه موجود فيها كل التشطيبات كامله، تشطيبات الكهرباء بالكامل، حتى اماكن اللي بتحط فيها الدش بمفتاحها موجوده كامله عندنا. اماكن التليفونات حضرتك زي ما انت شايفه، احنا كمان حتى صناديق التكييفات موجوده بوصلات التكييف بالخراطيم. المواطن هيجي يحط التكييف بتاعه ويشغله في نفس المكان اللي موجود عليه، عشان كمان نقدر نحافظ على الواجهه. الواجهه بتاعتنا معموله ب3 انواع، نوعين من انواع الدراي ميكس والسافيتو اللي موجوده بلونين. كمان عندنا مايكا جزء كبير جدا، واجهه كامله بتتعمل بالمايكا، اللون اللي يتناسب معاها وبيدي شكل جمالي وديكوري. وفي الاخر خالص في الارضيه بنعمل جزء بازلت عشان كمان يحافظ لو في ميه متحركه عليها. دي كده مكونات العماره. الاسطح بتاعتنا معموله كلها خدمه المواطنين، عاملين غرف خدمات فوق، عاملين مكان تكييف مركزي عشان يبقى برضه ما نقدرش بقى نحط كل اطباق لكل العماره 24 وحده، عدد كبير جدا، ويبقى المكان نافع يقدروا يستفيدوا بيه كملاك لكل المكان بتاعنا ده. بعد ما انا كعميل استلم النهارده في جنة زايد، لو عندي عائق في حاجة، في توضيب، في أي مشكلة تقابلني، هرجع إزاي أو مين اللي هيساعدني؟ تمام. إحنا دايماً عندنا نوعين من التسليمات، وحضرتك كويس السؤال دوت، لأن فعلاً دي بتقابل المواطنين وبيخافوا إن هم يكونوا اتورطوا. هو العميل الأول بيستلم نوعين، بعد ما بيكون وفى كل الإجراءات اللي عندنا بنعمله محضر استلام.
بيروح يستلم الشقه ظاهريا، لان هو برضه العميل او المالك مش هيقدر يعرف اذا كان الخلاط شغال بتاع الميه، اذا كان في كهرباء شغاله ولا مش شغاله او تعمل، فبيستلم استلام ظاهري، يعني الحاجه بتاعته تكون سليمه وموجوده وراكبه. ده الجزء الاولاني من الاستلام. بمجرد ما بيجيب حاجاته ويبتدي يسكن ممكن تظهر شويه ملاحظات، يظهر ان في خلاط متركب مش شغال، نوع من انواع التسريب اللي حصل من بانيو من كابينه، احنا مسؤولين عنه، لان احنا عندنا نوعين من الضمان. عندنا ضمان لمده سنه كامله مع العميل، كل الملاحظات اللي بتطلع ديت لمده سنه كامله، وعندنا ضمان عشري لمده 10 سنين على المنشا نفسه، العماره نفسها كخرسانات وكواجهات، يعني لو الواجهه حصل فيها اي عيب، اي تسريب ميه من اي حاجه، دي مسؤوليتنا لمده 10 سنين على الخرسانات والعماره، ولمده سنه كامله مع العميل لو في حاجه في السيراميك او في حاجه في البورسلين. وكويس حضرتك يعني السؤال ده عشان نطمن المالك ان هو مش مجرد ما مضى على محضر الاستلام بقى مسؤول، لا هو مسؤوليته على لو في حاجه حصلت زي ما بنقول كده ضد عيوب الصناعه، لو حاجه اتكسرت من يعني سليمه للسليمه وكسر، لكن لو حاجه ما بتشتغلش ما بتاديش وظيفتها المظبوطه هي دي مسؤوليتنا احنا. طيب باشمهندس خلينا ننزل نكمل جولتنا تحت. يلا بينا. اتفضل باشمهندس. يعني بعد ما شفنا مع حضرتك طبعا مشروع جنة 2 وجنة 1، خلينا نتكلم اكتر ايه المودل الجديدة اللي جاية الفترة الجاية. هو طبعا الشيخ زايد منها زادت الضعف، من 8000 فدان بقت مساحتها 21000 فدان. احنا بنصمم دلوقتي في التخطيط في المخطط بتاعنا ان احنا 10000 فدان اللي نضافوا علينا في التوسعات الشمالية، الحقيقة بنعملهم من مدن الجيل الرابع، المدينة هنا من الجيل الثاني، لكن هنبقى عندنا نص المدينة من مدن الجيل الرابع، ونحاول نحول المدينة القديمة على أنها برضو تواكب كمان مدن الجيل الرابع فيها. طب خلينا نقول كده إيه، يعني إحنا عندنا تصريح مهم جدا أو خبر مهم جدا النهاردة في حلقتنا كمان للمشاهدين. إحنا عندنا جنة 1، جنة 2، وعندنا كمان جنة 3 و4 و5، صح كده؟ تمام. هو الحقيقة طبعا نتيجة الطلب على مشروع جنة، أنا قلت لحضرتك إن جنة 1 هي اللي كانت اتطرحت ودي خلصت في زمن في تلت ساعة، فكان توجه وزارة الإسكان الحقيقة، وبنشكر معالي وزير الإسكان بالمناسبة لأنه راح أمر إن احنا نتوسع في مشروع جنة هنا عشان نقدر ندي طلبات كل الناس اللي تقدمت عندنا. فالحقيقة عملنا جنة 2 اللي احنا موجودين فيها دي، ودي حوالي 2800 وحدة. الحقيقة احنا عملنا كمان جنة 4 في نفس المكان هنا، وده 800 وحدة موجودة، وعملنا جنة 5 برضو قريب من المكان بتاعنا جوه التوسعات هنا، يمكن مكان متميز، موجودة بحوالي 22 عمارة، يعني حوالي 600 وحدة سكنية. ودول يمكن هم هيتروحوا قريب جدا يمكن خلال الشهر دوت، لان هم برضو عمارات جاهزة زي ديت، يمكن ناقص لهم بس توصيل المرافق وتنسيق الموقع اللي بنعمله في الاخر، لكن كمان عمارات قائمه. نقول للناس ان هي تعرف الطرح امتى اونلاين، صح كده؟ ان شاء الله. يعني يمكن هينزل اعلان، لان احنا بننزل اعلان مجمع مع وزاره الاسكان على كل المدن في وقت واحد. هيبقى عندنا كمان جنه 3، وده 80 عماره موجودين دي في التوسعات. يمكن احنا برضو قلنا نروح نبقى مبادره دايما من الدوله ومن الحكومه انها تخش الارض الصحراويه انها تبتدي تعمر فيها، فده بتشجع المستثمرين اللي حوالينا ان هم يبتدوا يبنوا. ففعلا الحقيقه احنا كانت مبادره مننا ان احنا دخلنا على طول بنينا العمارات ديت، فبدانا نعمل الحياه تدب في منطقه صحراويه. صحيح. يمكن على كيلو 48 في طريق مصر اسكندريه. بعيدا عن مشروع جنة، انا حابه حضرتك برضو تكلمنا على المبادرات اللي انتوا بتقوموا بيها في الشيخ زايد. انا فرصه في برنامج حضرتك اشكر المجتمع المدني الموجود في زايد، والحقيقه انا يعني يمكن خدمت او شرفت بالخدمه في كذا مدينه من المدن. الحقيقه مواطني الشيخ زايد مواطني انا بعتبرهم متميزين جدا، وثقافتهم عاليه قوي، ان هم كمان بيساعدونا وبيساعدوا الدوله في عمل كل المبادرات دي. ولولا المجتمع المدني بالمبادرات اللي هو قام بيها واحنا دعمناه فيها، اللي هو يعني احنا الحقيقه نجحنا بيه. فانا بشكرهم في برنامج حضرتك، يعني فرصه ليهم. احنا عندنا مجموعه مبادرات الحقيقه بنعملها، يمكن احنا في الاول كنا بنبتدي نحارب التسول في المدينه
ونحارب البيع الجائلين عشان احنا عندنا اسواق وعندنا اماكن ومش ضامنين ان هم بيشتغلوا ازاي. الحقيقه ما كناش بننجح قوي في ان احنا لان بيبقى يعني تقريبا كر وفر بيننا. لما المجتمع المدني يقام بمبادره اللي هي لا للتسول وتكون زايد خياليه من البيع الجائلين، الحقيقه نجحنا بنسبه كبيره جدا. احنا بقالنا يعني حوالي 3 شهور في المبادره دي. الحقيقه المبادره دي انا شايف فيها نجاح عالي قوي، وسبب فيها ان المجتمع المدني نزل في الشارع وبدا يكلم الناس ويكلم المواطن نفسه اللي بيدفع. فبقينا بدانا نقول اتجاه تاني، بدل ما نهاجم المتسول احنا لا، احنا نواعي المواطن بتاعنا، نقول تعالى المتسول ده لما انت بتديله انت بتشجعه ان هو يقف اكتر، بتشجعه ان هو ممكن يعمل اعمال مش كويسه لينا. لو في طفل انت بقى معرض انه يتخطف، لان احنا بنشوف معاهم اطفال ما بنعرفش هويتهم ايه. المجتمع المدني لما نزل الحقيقه بدا يوجه المواطنين على كده، بدا يسال المتسولين كمان. اكتشفنا ان معظم المتسولين الموجودين عندنا مش من اهل زايد، صحيح بيجوا لنا يمكن في مجموعات كبيره من بره. والحقيقه بدا المجتمع المدني يوعي الناس، فبدات الناس فعلا المستثمرين الحقيقه عندنا علقوا يفط كتير جدا للتسول ولا للبيع الجائلين. فالمبادره الحقيقه يعني يمكن يعني بعد لقائي مع حضرتك كمان تظهر نتائجها اكتر بوعي يعني المواطن. احنا بنتمنى وبنوعي الناس برضه من خلال البرنامج ان شاء الله يعني، وبنحاول نساعد حضرتك وننقل لهم كمان مشروع ضخم ومهم زي جنه زايد. وان شاء الله نتابع مع حضرتك زايد 4 و3 و5، صح كده؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبنرحب بيكم دايما في مدينه الشيخ زايد، ودايما دايما موصلين كل مطالبنا واصواتنا معاكم يعني. مهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنا بشكر حضرتك جدا على الجولة المهمة اللي حضرتك أفدتنا بيها النهاردة طبعا، وأفدت المشاهدين، وإن شاء الله نتابع معاكم كل تطور بيحصل في المدينة إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا وبشكر ضيوفك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، انتظرونا إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من تعمير.